الأخوة والأخوات أبناء الخليل وبطرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحن سعداء بزيارة الجزيرة والالتقاء بالمجلس المحلي والشخصيات الاجتماعية من الأخوة والأخوات في الخليل وبطرة. نحييكم ونبارك لكم كل الإنجازات التي تحققت في هذه الجزيرة، فأنتم أهلا لها ومستحقين لها، وسوف نعطيكم الكثير والكثير. لما تكتسب هذه الجزيرة من أهمية كبيرة سياسية واجتماعية وسياحية وثقافية. لقد حرمت الجزيرة في الماضي من الأشياء الكثيرة، من وسائل المواصلات والبنية التحتية والتعليم والصحة، والآن تحققت بفضل ذلك اليوم التاريخي الذي تم فيه استعادة وحدة الوطن في 22 مايو. فتهانينا لكم في هذه الجزيرة، وكم هي رائعة عندما نأتي إليكم وأنتم مبتهلين ومبتهجين ومعنوياتكم عالية إلى السماء، وأنتم في صحة وخير ونعمة. وأنا أعرفكم تماما بعد نهاية حرب صيف 94، كيف كان وضع الجزيرة في ذلك اليوم وكيف وضع الجزيرة اليوم في شتى المجالات الصحية والتعليمية والبنية التحتية. الآن مدينة بحق وحقيقة، ونحن نرحب بكل الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في الجزيرة في إطار قانون الاستثمار، وسنقدم كل التسهيلات، وهي منطقة آمنة مطمئنة لأن أهلها طيبين. هذه الجزيرة الطيبة وأهلها الطيبين، فنرحب بكل الاستثمارات، ويجب أن يحترموا تقاليد وأعراف هذه الجزيرة، ألا أحد يتجاوز تقاليد وأعراف هذه الجزيرة، فهي منطقة آمنة، منطقة موحدة، أهلها طيبين، يبحثون عن العيش ويخدون في البحر، وهم يحظون برعاية من السلطة المحلية. وأشكر السلطة المحلية في الخبيل سقطرة على كل ما تبذله في هذه الجزيرة، وكذلك السلطة المحلية في محافظة حضرموت بقيادة الأخ سالم الخنبشي. فتحية لكم جميعا أي الأخوة والأخوات، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله في القريب العاجل سوف يتم انتخاب ممثلي مجلس النواب بطريقة حرة وديمقراطية، تختاروا من تريدون يمثلكم في مجلس النواب السلطة التشريعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.